مشاهدينا متابعينا أيها الأحبة، فتحت البوابات واندفعت الإنتاج عمر 3 سنوات التي لم تربح من علامة 1400 متر. اتسام في المركز الأول من الداخل، الآن الدخول من جانب السياج ل14 عويس، وكذلك وردة حضن من الخارج، والمطاردة تأتي لاتسام في المركز الثالث في محاولة للتقدم، وكذلك شبلة شامان تتقدم إلى المركز الثاني في هذه اللحظات، التراجع ل14 عويس والتقدم الآن لوردة حضن في المركز الأول. كما نشاهد الآن مشاهدين متابعينا أيها الإخوة والأخوات، 16 وردة حضن الآن تخطف الصدارة، وعودة أيضا لعويس إلى المركز الأول في هذه اللحظات. كما نشاهد شبل الشامان في المركز الثالث، وكذلك التقدم يأتي، المطاردة تأتي لوردة حضن في المركز الثاني. المركز الأول لازال لعويس مع الاقتراب من المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظات الثلاثية، يتقدم الآن عويس وكذلك وردة حضن وشبلة شامان في المركز الثاني، المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم. عويس 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 يحافظ على الصدارة في هذه اللحظة. عويس مشاهدينا متابعينا، عويس يتقدم لرفاعي صنة الغريبان ابن بايرون بكل قوة مع ألكسس مورينيو، ما شاء الله تبارك الله. كما تشاهدون الآن عويس يتقدم بكل قوة إلى المركز الأول بأريحية تامة، والمركز الثاني ذهب لاتسام، المركز الثالث لتاومبا، والمركز الرابع لديان. إذن ما شاء الله تبارك الله، عويس بمستوى